الرئيسية من الإخبارية السورية في دمشق. نشرة الأخبار مع إياد خلف. وفي عناوين الرئيسية. وحدات من القوات المسلحة تستعيد السيطرة على بلدة سوران وتلبزان بريف حماة الشمالي. بعد 71 عاما على دحر الاستعمار الفرنسي المعركة ضد الارهاب مستمرة لترسيخ معاني الجلاء ، رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس يضع حجر الاساس لعدد من المشاريع في طرطوس أهلا بكم مشاهدينا وإلى ملفات النشرة استعادت وحدات من القوات المسلحة السيطرة على بلدة سوران ومحاجز القبان على مدخل مدينة طيبة الإمام الشرقي بريف حماة الشمالي كما قضت وحدات من القوات المسلحة العاملة في دير الزور على 14 إرهابيا وأصابت آخرين جولة على أبرز الأحداث الميدانية في هذا التقرير بعد عمليات مكثفة نفذها الجيش العربي السوري على تجمعات وتحصينات تنظيم جبهة النصر الإرهابي بريف حماة الشمالي وحدات من الجيش والقوات المسلحة أعادت الأمن والاستقرار إلى بلدة صوران وتل وحاجز القبان على المدخل الشرقي لمدينة طيبة الإمام بعد القضاء على أعداد من الإرهابيين وتدمير أسلحة وعتاد لهم مصدر عسكري أكد أن وحدات الهندسة تعمل على تمشيط المنطقة لتفكيك المفخخات وإبطال عمل الألغام التي زرعها الإرهابيون في مداخل البلدة وبين المنازل وفي المنطقة المحيطة قبل مقتل العديد منهم وفرار الآخرين باتجاه أقصى الريف الشمالي. العمليات العسكرية الواسعة التي أطلقها الجيش العربي السوري منذ منتصف آذار أدت لاستعادة القرى والبلدات. التي تسلل إليها إرهابي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التكفيرية التابعة له بريف حماة الشمالي وفي دير الزور قضت وحدات الجيش العربي السوري على عشر إرهابيا ودمرت عربتين مزودتين برشاشين ثقيلين على الاتجاهين الغربي والشرقي من المدينة وفي محيط الفوج 137 اهالي حلب نظموا فعاليه احتجاجيه عبروا من خلالها عن رفضهم التفجير الارهابي الذي استهدف المدنيين من اهالي كفريا والفوعه في منطقه الراشدين احتجاجا على ما فعلته المجموعات الارهابيه المسلحه بحق اهالي بلدتي كفريا والفوعه عبر مجزره الراشدين نفذ فرع جامعه حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي وقفة تضامن واستنكار للعمل الاجرامي وبمشاركه مفتي الجمهوريه العربيه السوريه سماحه الدكتور احمد بدر الدين حسون وعبد الناصر شفيع عضو القياده القطريه للحزب وعدد من الفعاليات السياسيه والحزبيه اكد المعنيون في الوقفه التضامنيه ان الافعال الاجراميه التي ارتكبها الارهابيون في سوريا لن تثني عزيمه الشعب السوري عن محاربة الإرهاب الأعمى والتصدي له يا أبناء الفوعة ويا أبناء كفرية لقد دفعتم الدم الطاهر مرات عدة يوم صمدتم ويوم جاهدتم وناضلتم ويوم خرجتم لتصنعوا السلام فصنعوا من دمائكم الطهرة والنقاء الذي سيكون ناراً عليهم فإلى أطفالكم الذين يسمعونني الان وهم في السماء رحمه الله عليهم، الذين اجتمعوا مع كل شهداء وطننا، نقول ان هذه الدماء لن تدعنا نتراجع، انما قسما ان ننتقم لهذه الدماء ممن ارسل المتفجره من تركيا ومن السعوديه ومن قطر ومن اسرائيل وامريكا. هذه جريمه جديدة تضاف إلى سجل المجموعات الإرهابية السجل الأسود لأنهم لا يعرفون سوى الدم والدمار نقول الرسالة للعالم بأننا مستمرون في تحقيق النصر بأننا هذه التفجيرات الإرهابية تزيدنا تلاحم والتصاق مع بعضنا البعض لتحقيق مأربنا اللي هو تحقيق النصر على مساحه القطر العربي السوري هذه المجزره المروعه التي ارتكبها الارهابيون مجزره وحشيه بكل ما معنى الكلمه. وهي اتت نتيجه فشلهم في تحقيق اي هدف لهم ونتيجه المصالحات التي الوطنيه التي يقوم بها القياده السياسيه و نجاحها على كامل الجغرافيا السوريه اضافه للنتائج الباهره التي يحققها جيشنا الباسل على كامل على كامل مساحه القطر العربي السوري. يوما بعد اخر وفيما يقدم السوريون الدلائل على ارتباط عماله الارهابيين بالدول المتامره على سوريا الا انهم يؤكدون على تضامنهم ووقوفهم صفا واحدا في وجه الارهاب. وداعميه وكان المفتي العام للجمهورية دكتور أحمد بدر الدين حسون تحدث للإخبارية عن الجريمة الإرهابية التي استهدفت أهالي كفريا والفوعة والتي أظهرت حقيقة الإرهابيين وداعميهم ومتى تكلم هذا الإعلام الدولي لصالح سوريا منذ ست سنوات حتى الآن هم دائما يفرحون بما يدمر سوريا ويغضبون إذا انتصرت سوريا فحينما تكلموا عن خان شيخون كانت سوريا هي التي تحقق انتصارات أما اليوم فحينما حدث شهداء الفوعة وشهداء ظهرت حقيقتهم فلماذا يتكلم إعلامهم ولكن هذا لا يؤثر علينا فشهداؤنا بالنسبة لنا نور وبالنسبة لهم نار محرقة لذلك نحن لا نحزن إذا لم يذكروا شهداءنا لان ذكرهم على السنتهم بالنسبه لنا اساءه لشهدائنا، فسوريا في يوم جلائها ستبقى منتصره كما انتصرت يوما على فرنسا فسننتصر على كل هذا الحلف الدولي. افاد مراسل الاخباريه في حمص باتمام جميع الاجراءات لاخراج دفعه جديده من المسلحين وبعض عائلاتهم من حي الوعر باتجاه ريف حلب الشمالي الشرقي. اسامه ديوب والتفاصيل. عملية المصالحة في حي الوعر مستمرة والذي بدأت منذ خمسة أسابيع طبعا تنفيذا لاتفاق حي الوعر واستكمالا لعملية التسوية في حي الوعر والتي بدأت مباشرة بعد توقيع الاتفاق وتأكيدا على مصداقية الدولة السورية ولجنة التسوية اليوم سيتم كف البحث تسليم كف البحث لأكثر من 544 شخصا ليتم بعدها ممارسة حياتهم الطبيعية خلافا لما شكك البعض في هذه العملية جزء من هذا الاتفاق الذي وقع ب 13/3/2017 جزء منه هو عمليات تسوية عملية التسوية تنص على أن كل شخص مطلوب أو مسلح يرغب بعملية تسوية يمكنه إجراء عملية تسوية ويحصل على وثيقة كما تشاهدون هذه الوثيقة موقعة من جهات المسؤولة العليا تثبت بأنه أجرى عملية تسوية ويمكنه العودة لبيته آمنا مطمئنا وأن يتجول في كافة أنحاء أراضي الجمهورية العربية السورية دون أي مشكلة بعد أن يحصل على هذه الوسيلة ما ينسى أن سوريا بلده وبتمنى من اللي عم يتهجروا يعيدوا التفكير وما يطلعوا لها مجهول نحن هون ببلدنا وبإذن الله رح نعمر بلدنا وسوريا باذن الله هي قلعه صامده من الخوف اللي اللي زرعوه بقلبهم اللي طلعوا نتمنى انه يرجعوا وفي في اتصالات كثيره انه هن بدهم يرجعوا في كثير عالم بدها ترجع نتمنى يعني يتع... يتعاملوا مع السلطات ي... وانه بيرجعوا قدامكم الباب مفتوح ان كان مطلوب وان كان مسلح لاي سبب لا تسال شو السبب طالما في الباب مفتوح عندك فوت خليك خليك ببلدك كما ذكرنا عمليه التنفيذ بنود اتفاق الوعر مستمره حتى الان هذا كل شيء من فرع الامن الجنائي في حي الوعر في الجهه الغربيه سنوافيكم بسير عمليه خروج المسلحين وعمليه تنفيذ اتفاق حي الوعر في كل جديد اكد محافظ درعا محمد خالد الهنوس ان الاعتداءات الارهابيه لن تؤثر علي اهالي المدينه او تحبط من عزيمتهم واضاف في تصريح للاخباريه السوريه ان الاخبار الاعلاميه الملفقه التي يتم تداولها عن حي المنشيه ليست صحيحه ابدا. من 10 15 يوم بيقولوا والله المنشيه راحت او تم احتلال، طيب اذا المنشيه راحت هذا الحديث اكرره مره ثانيه، طيب ليش ليش عم يقاتلوا فيها هلا؟ يعني ليش موجودين فيها؟ نحن نقول للجميع ليس جديد على عليهم هذا العمل. درعة ستبقى صامده، درعا من اول احداث حتى تاريخ مرت بظروف صعبه بعاصفه الجنوب 2015 مرينا، كانوا يقولوا انه بعد ساعتين بدنا ناخذ مدينه، طيب اي مدينه هي اذا حيضلوا حي في شهرين شهرين وعشر ايام، ليس تحريض عليهم الهم مشان يستمروا باعمال قتاليه ولكن ستبقى درعا بخير وستبقى بفضل قواتنا المسلحه وبفضل القوات الرديفه والاصدقاء الروس والاخوه الايرانيين وبفضل قياده السيد الوطن السيد الرئيس بشار الاسد لن يسمح لهم العبث لا ولا مموليهم الكامل الاردن او الكامل اسرائيل او كامل دول الخليج القذره 71 عاما على جلاء المستعمر الفرنسي عن ارض سوريا وما يزال ارث الثوار الحقيقيين متمثلا بانجازات ابنائهم جنود الجيش العربي السوري اهلا بكم رحله كفاح ونضال طويله بدات مع اول يوم لدخول المستعمر الفرنسي الى سوريا فبين الساحل السوري الى كل من ادلب ودمشق وجبل العرب اربع جبهات اشتعلت لهبا في وجه المحتل صفا واحدا وبنيانا جبارا أدرك أمامه كل من غزا سوريا أنه مجرد أسماء عبرت ولم تترك أي أثر ليسجل يوم السابع عشر من شهر نيسان عام 1946 يوم نصر عظيم وجلاء للقوات الأجنبية عن أرض سوريا شرارة مناهضة الاحتلال الفرنسي اشتعلت في كل المناطق السورية عندما بدأت القوات الفرنسية تحتل مواقع في الساحل السوري عام 1918 وأخذت تتوسع باتجاه الشرق والشمال من المناطق الريفية الساحلية انطلقت ثورة بقيادة الشيخ صالح العلي شملت كل أنحاء المنطقة الساحلية وكان مركزها قرية الشيخ بدر التي جعل منها الشيخ صالح العلي حصنا له. ثورة أخرى أشعلها إبراهيم هنانو في المنطقة الشمالية الغربية بين حارم وكفر تخاريم وإدلب وجبل الزاوية وجسر الشغور جنوبا ومعرة النعمان وأطراف حماة في عام 1920 أخذت القوات الفرنسية تحاول تحصين نفسها سياسيا عن طريق مؤتمر سان ريمو الذي أثرت مقرراته غضب الوطنيين في سوريا سرعان ما بدأت جحافل المستعمر الفرنسي بالزحف على دمشق فاصطدمت بالجيش العربي السوري الفتي بقيادة يوسف العظمى الذي استبسل في الدفاع عن الحرية والاستقلال وارتقى شهيدا في معركة ميسلون في عام 1922 اندلعت في جبل العرب ثورة سلطان باشا الأطرش، معارك دامية خاضها الأبطال هناك، ورغم استخدام السلاح السلاح الفرنسي للطائرات في هذه المعارك إلا أن الثوار حققوا فيها انتصارات مذهلة. في الوقت الحاضر تنحى الأصلاء عن المشهد ودخلوا في أسلوب جديد من الغزو والاستعمار عن طريق وكلاء لهم في المنطقة من خلال حرب إرهابية شعواء. هؤلاء لم يقرأوا التاريخ ولم يتعلموا منه الدروس، ولو قرأوه لعلموا ان السوري خلق ليحيى حرا كريما ابيا عصيا على كل المارقين. تأتي ذكرى عيد الجلاء اليوم للتأكيد على مسيره الصمود بماضي العزه وحاضر الكرامه. السوريون يؤكدون ان ملامح الانتصار على الارهاب وداعميه تتجسد بهمه ابطال الجيش العربي السوري. شديت الهجن للسفر جلابي درعانها تفتل كما بطولات كبيرة وتضحيات عظيمة لطالما سجلها أبناء الشعب العربي السوري في سبيل الحفاظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا ودحر العدوان عن أرض الوطن وتأتي ذكرى عيد الجلاء للتأكيد على مسيرة الصمود بماضي العزة وحاضر الكرامة لا يمكن لارض عاشت على تاريخ الآباء والأجداد حرة مطهرة إلا أن تلقى النفوس الذي تستجيب لنداء هذه الأرض حيث نادت أبناءها بأن هناك غزاة يريدون تدنيس هذا الوطن وترابه فلذلك باعتبار أن هذه الأرض التي أخذت قيمتها من هذا الإنسان الحامل لكل معاني العزة والكبرياء والنفس فاستجابوا بوحدة الكلمة وبالكفاح المرير مهما تعرضت سوريا لمحاولات استعمار وأرهاب جديدة بكل الوسائل وبشتى المسميات يبقى العدو واحد وإرادة النصر هي ذاتها ويوما بعد يوم تتجسد ملامح الانتصار على الإرهاب وداعمية بهمة أبطال الجيش العربي السوري فعلا كان هذا الجلاء هو ثمرة كفاح طويل ومرير قدم من خلاله أبطالنا وشعبنا تضحيات وبطولات عز نظيرها على مستوى العالم ولذلك الجلاء الأعظم الجلاء الأكبر لن يتمثل في هزيمة هذا الإرهاب وهذا فعلا ما صنعه أبطال جيشنا يؤكد السوريون أن الاستمرار في مسيرة الكفاح والنضال يأتي من خلال صمودهم وثبات وحدتهم الوطنية لرسم معالم جلاء جديدة تتكلل بإعادة الأمن والأمان إلى ربوع الوطن بكامله الله يحمي الجيش ويخلي لنا يا ويقوينا يا. كل عام وانتم بخير الجيش العربي السوري النصر ان شاء الله قريبا جدا ان شاء الله بيستمر انتصارات جيشنا مثل الاول وهسه احسن سوريا منتصر باذن الله بدم الشهداء بقول الجيش العربي السوري كل عام وانتم بخير والله ينصروا مثلما شكل الجلاء حدثا مهما في التاريخ السوري بترسيخ اسمى معاني الوحده الوطنيه وثبات الهويه يؤمن السوريون ان الانتصار الكبير للوطن يتجلى بالقضاء على الارهاب وداعميه مهما تعددت اشكال الاستعمار ومسمياته. من دمشق ياما مواكد الاخباريه السوريه. كاميرا الاخباريه استطلعت اراء السوريين وتطلعاتهم في ذكرى الجلاء ومعانيه النبيله. نحيي كل قطر الدم هزلة الجيش السوري بالمناسبة إيه الله يخلي لنا الجيش و... وكل عام وهن بالخير ويخلي لنا الوطن وقائد الوطن ان شاء الله السنة الجاي آه ما بيكون في أزمة وبيندحر الإرهاب من كل سوريا اسمي للأبد عنوان سوريا عيد الاستقلال الذي خرج اخر جندي فرنسي بحمد الله وهذا الاستعمار الغربي يتكالب على على وطننا العربي وخاصه سوريا لان سوريا المقاومه سوريا تدافع عن كل كل احرار العالم هذه الذكرى تبعث في نفوسنا الامل والتفاؤل في المستقبل والمستقبل القريب المستقبل ايام القليل القادمه من خلال ما سطره ابطال جيشنا العربي السوري البطل الجيش العربي السوري هو اللي اللي انتصر وحررنا من هالارهابيين اللي اللي غزوا البلد ودمروا البلد يعني الان يتجسد عيد الجلاء بتضحيات ابطالنا الشجعان ابطال الجيش العربي السوري نسور السماء نمور الارض الذين يدحرون الارهاب عن اراضي الجمهوريه العربيه السوريه ويحققون كل يوم هو عيد جلاء في الوقت الحالي الجلاء هو جلاء اخر ارهابي عن سوريا ومقاتله الارهاب في كل مكان وطرده من سوريا انا كمواطن سوري عيد الجلاء يعنيني انه نخلص من هالارهاب نخلص من اخر ارهابي على بلدي سوريا على كل شبر من اراضي الجمهوريه العربيه السوريه نخلص من هال آه العدوان اللي صاير علينا من كل دول العرب يا بلدنا يا سورية. نحن اللي كل عام وانتم بخير وان شاء الله البلد دائما بخير والشعب السوري والجيش السوري بخير وجه كلمه للجيش العربي السوري الله يحميه يا رب الله ينصر على اعدائه ويزن الله منصورين الله حي الجيش العربي السوري اللي حامينا حامي ارضنا وحامي عرضنا ونتمنى له الانتصار وله كل التحيه والمحبه والسلام ان شاء الله الجيش اللي يحقق انتصارات ويحقق وسوف دائما قادر على دحر الارهاب في اي زمان وفي اي مكان <applause> عيد الجلاء طبعا هو فرحة لكل سوريا إن شاء الله عقبال ما ترجع سوريا وتحلى بالأفراح يا رب والله يحمي جيشنا والجيش العربي السوري دائما بانتصارات متقدمة كل الشكر والتحية والتقدير لأبطال بواسنة الذين استطاعوا دحر الإرهاب في كل جغرافية الوطن نهنئ الجمهورية العربية السورية والجيش العربي السوري بعيد الجلاء ونتمنى السنة القادمة تكون سنة تحرير سوريا من الإرهاب كافة نحن بنقول الله يحيي الجيش والله يهدي البال وان شاء الله بيكون النصر حليفهم و... ونحن معهم قالبا قلبا وقالبا, وقالباً. نيسان اليوم 2017 ان شاء الله راح يكون فجر نيسان جديد لسوريا سوريا النصر والتحرير مثل ما عم سوريا ب 17 نيسان كان جلاء المستعمر الفرنسي عن سوريا ان شاء الله نيسان السنه راح يكون خلاص من الارهاب والتكفيريين بهم الجيش العربي السوري لانه هذولي هن نفسهم ابناء الثوار الابطال اللي قرأوا الاستعمار الفرنسي جيشنا هو املنا في دحر الارهاب اللي له سبع سنين على بلدنا ان شاء الله غيمه وبتزول ونحن اكيد عندنا ثقه بواسطه جيشنا الله يحميهم يا رب وينصرهم على الاعداء <applause> تحية حب لجيشنا العربي السوري تحية ولاء لجيشنا البطل جيشنا المقدام وعلى أمل الانتصار وإن شاء الله بنيسان القادم منحقق النصر خلف قيادتنا الحكيمة بالمناسبة المناسبة هي إن شاء الله من عيد قائدنا المفدى والجيش العربي السوري ونوجه تحية كبيرة لعناصر الجيش اللي عم يحمونا بلدنا وأهلنا ونحن بفضلهم عايشين وقاعدين ومرتاحين كل عام انتم بخير جيشنا البطل كل عام انتم بخير شعب سوريا الشرفاء الله يرحم الشهداء اللي ارتقدوا معهم على أرض الوطن العزيزي وسوريا بخير طول ما في شرفاء في هالبلد سوريا بخير أهالي الجولان العربي السوري المحتل يحتفلون بعيد جلاء المستعمر الفرنسي عن وطنهم الأم سوريا وذلك بمشاركة وفود من الداخل الفلسطيني عماد مرعي جولة. بهذه الاهازيج في الجوله المحتل انطلق مهرجان الجلاء العظيم بعد ان اجتمع ابنائه بمشاركه وفود من الداخل الفلسطيني في قريه مسعده رافعين اعلام الوطن لاحياء هذه المناسبه التي تخلد امجاد الثائرين بوجه الاستعمار. وفرنسا نالت الحز ونيسان يا, ايه يا العطايا. واعلامهم بالنيران بهتكز سوريا وسوريا عروس الفتايا خس القال ما تنعز سوريا عروس الفتايا خيرها عدونا بعنز هذا العيد هو نحن بديل لاهلنا الكبار المحاربين القديمة اللي استقلوا واللي عملوا لنا وطن وطن نعتز فيه شرقا نحن بجولين على هذا مشينا والنصر ان شاء الله رسائل متعددة وجهها أبناء الجولان تؤكد على عروبة هذه الأرض وانتمائها للوطن الأم سوريا وثقتهم بالجيش العربي السوري ورفضهم لكل مشاريع التقسيم التي يحاول الإرهابيين تحقيقها كمستعمرين جدد طالب جيشنا العربي السوري بمزيد المزيد من الحسم العسكري في كافة الميادين حتى يتم اطلاع الإرهاب عن طرف بلدنا سوريا هذه تحياتنا الى الابطال الى الشهداء الى الجيش العربي السوري والى الخالدين مثل سلطان بشر اطرش ويسر عظمه وابراهيم هنان واسعد كنش ابو طالع قائد الثوره في اقليم البلاد تضحيات جسام سجلها التاريخ لأبناء الجولان منذ انطلاق الشرارة الأولى للثورة التي قادها سلطان باشا الأطرش فقد كانت صفوح الحرمون منبعا للثوار وسد منيعا بوجه المستعمرين بعيد الجلاء استلم الموج الشاطئ ورفعت بيارق النصر وكتب التاريخ بدماء الأحرار لتحيا سوريا أن أتكلم عماد المرعي الجولان كواحد موسكو تتحدث عن خطط لاجتماع ثلاثي روسي امريكي اممي في جنيف لبحث الازمه في سوريا ومواصله محادثات جنيف ولافروف يؤكد ان تحديد موعد جنيف المقبل سيتم بعد استنا القادم مطلع ايار بعد اسابيع من التصعيد الامريكي والارهابي ضد سوريا نجحت خلالها دمشق وموسكو وطهران بانتزاع المبادره السياسيه والعسكريه ووضع حد للحمله الاعلاميه التضليليه التي تزامنت مع العدوان الامريكي الفاشل على الشعيرات والتي تهدف الى تعطيل مساري جنيف واستنا روسيا اكدت لاول مره منذ انتخاب الرئيس دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحده عن احتمال عقد اجتماع ثلاثي يضم ممثلين عن روسيا والولايات المتحده والامم المتحده حول سوريا دون ان تحدد موعد الاجتماع نائب وزير الخارجيه الروسي ميخائيل بوغدانوف اكد ان بلاده تنتظر ان تؤكد واشنطن من سيمثلها في الاجتماع الذي سيحضره من الجانب الروسي نائب وزير الخارجيه جنادي جاتيلوف كما سيشارك فيه ديمستورا ونائبه من جانبه وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف اكد ان المبعوث الدولي الخاص الى سوريا ستيفان ديمستورا سيحدد موعد الجوله السادسه من محادثات جنيف بعد عقد اجتماع استنا في الثالث من ايار المقبل، مرجحا ان تستانف المحادثات بعد رمضان. واكد لافروف ان الفوضى التي تنتشر جراء اعمال التنظيمات الارهابيه هي نتيجه مغامرات الشركاء الغربيين وخاصه الولايات المتحده. روسيا لن تسمح بتقويض الجهود التي ترمي الى التوصل لتسويه سياسيه للازمه في سوريا وفق القرار 2254. ويجب عدم إضاعة الوقت ولا سيما في ظروف تقع فيها العملية السياسية تحت التهديد الإعلان عن إعادة المباحثات بين واشنطن وموسكو حول سوريا جاء بعد أيام من زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى موسكو وذلك لمواصلة البحث في سبل دفع محادثات جنيف التي قطعت خطوات إيجابية على طريق الحل السياسي عبر الاتفاق على جدول الأعمال والبدء بمناقشة السلات الأربع وابرزها سله مكافحه الارهاب. ولمناقشه ملفات الرئيسيه لهذه الليله ينضم الينا في الاستوديو الاستاذ نعيم اقبيق الخبير في القانون الدولي الانساني حياك الله استاذ نعيم. اهلا وسهلا فيك بالاخوه المشاهدين. ذكرى عزيزه على قلوبنا استاذ نعيم، ذكرى جلاء المستعمر الفرنسي عن ارضنا. هذا التاريخ اليوم يعيد نفسه برايك استاذ نعيم الى اي حد ما نشهده اليوم في سوريا هو امتداد لاحداث تاريخيه تواترت الى ان وصلنا اليها اليوم يعني هو الاطماع ببلادنا وبمنطقتنا ليست جديده والمخططات لتقسيمها وتجزئها معروفه من يعني كما يقول دائما باتفاقيه لوزان عام 1923 وما قبلها من سايكس بيكو والاتفاقيات الدوليه التي تمت في بعد الحرب العالميه الاولى يعني الجلاء اكيد هو تاريخ رائع جدا هذا النهار ان نذكره وان نذكر ايضا ما نعاني منه بهذا اليوم ونتمنى الجلاء الجديد للغزات ولكل من يريد العبث بوطننا وببلادنا لانه يعني ذكر الجلاء الكل يتذكر تماما او يقرا في التاريخ ان كان من بالعمر الصغير يعني قرأ في المدارس بانه عام 1946 كان جلاء اخر جندي فرنسي عن اراضي الجمهورية العربية السورية لا. هذا الجلاء كان ثمرة من ثمرات تعانق عمامات ورموز وشباب ونساء الوطن كان ثمرة من اتحاد الهلال والصليب الذي معروف عن سوريا بانه دائما يتحد معروف ايضا عن سوريا بان الشعب السوري دائما له راي واحد وليس له رايين، يتفق على كل القضايا المصيريه وخاصه المتعلقه بسلامه وسياده بلده واستقلالها وعزتها وكرامتها. <applause> يعني هذه الذكرى اليوم عندما نتذكر الجلاء نتذكر ما قدمه الجيش العربي السوري بدايه من وزير الدفاع السوري. <applause> يعني عندما حاول الفرنسيون ارادوا ان يدخلوا الى الاراضي السوريه قال رغم علمه اليقيني بمدى عده وعادات الجيش الفرنسي، وكان الجيش العربي السوري ببدايه تكوينه. نعم. قال كلمته المشهوره باني لن اسمح للفرنسيين ان يطأوا ارض الجمهوريه العربيه السوريه الا على جسد وزير الدفاع. نعم. وذلك من اجل ان يكتب التاريخ هذه الواقعه. يعني اليوم يعني التاريخ حتى يعيد نفسه بمؤسسه الجيش. طبعا لان هي مدرسه المقاومه. مدرسه المقاومه المدرسه التاريخيه التي اوجدها الجيش العربي السوري بهذا القول لوزير الدفاع هناك مدرستين اخرى في التاريخ مدرسه الجنرال بيتان في فرنسا مدرسه الهزيمه والاستسلام وعدم مقاومه المحتل النازي قال باريس لا تقصف بالمدافع بل تقصف بالزهور وسلم مفاتيح باريس للنازيين وذهب هو ومدرسته الى مزبله التاريخ هناك مدرسه المقاومه الشعبيه والجيش الشعبي في فيتنام مدرسة هوشي من، لكن نعم. مدرسة المقاومة التي سطرها وزير الدفاع السوري الأول هي المدرسة الخالدة، هي المدرسة التي نقتضي بها اليوم نعم. من أفراد جيش العربي السوري. ربما هي فريدة من نوعها من خلال تقدم ال ال القائد في المعركة، عادة الجنرال هو من يحرك المعركة من بعيد. يعني يعني التاريخ سيذكرها تماما بانه يعني كما قلت ليس عندهم العته والعتاد، لكن اليوم انا اكيد نحن نعاهد ارواح الشهداء نعم يلي استشهدوا من اجل تحرير الوطن بال46 وما قبله من يوسف العظمي ومن كان معه وشهداء اليوم بان نكون حريصين على وطننا وخاصه نوجه تحيه الى جيشنا الجيش العربي السوري نعم. الذي يقاوم المخططات التي تعرض لها سوريا، يعني هناك في القلب اليوم نعم. عندما نتكلم عن عيد الجلاء هناك غصه في القلب بان سوريا يتامر عليها القريب والبعيد سوريا تتعرض لمؤامره اليوم مع حفنه من ابناء سوريا نفر قليل من ابناء سوريا مدوا يدهم لل... للعدو التاريخي لسوريا مدوا يدهم ويريدون نعم. تنفيذ مشاريعهم بتقسيم سوريا وتجزئتها والنيل من استقلالها وسلامتها نعم. يعني هذا اليوم بيترك غصه بالقلب نقول انه اكيد الجيش العربي السوري حيستمر برسالته بتطهير الارض السوريه من الغزاة كما طهرها من المحتل الغازي في السابق نعم. نتحدث عن الملفات السياسية حتى نستغل الوقت معك أستاذ نعيم موسكو تحدثت عن خطط الاجتماع روسي أمريكي أممي في جنيف ما المتوقع من هذا الاجتماع؟ ما دلالة توقيت هذا الاجتماع؟ ما الذي سيحمله هذا الاجتماع الثلاثي؟ يعني يقينا الحل الحل السياسي يتواكب مع الحل في الميدان يعني سوريا سمعنا تصريحات السيد رئيس الجمهورية السيد الرئيس وسمعنا تصريحات معالي وزير الخارجية دائما نحن نبحث عن الحل السياسي في سوريا فأي مكان ممكن أن يحقق السلم والأمان لسوريا وللشعب السوري يقينا سوريا تتفاءل بأي طرح وهي تشارك بأي طرح يعني اي اي مكان ممكن أن نذهب اليه اذا كان يحقن من دماء الشعب السوري ويؤثر على سلامه سوريا وعلى سلامه الاقليم لا. يعني مستعد سوريا للذهاب فانا لست متشائما من اللقاءات الدوليه على العكس تماما خاصه ان اصدقائنا الروس يعني يسعون الى تطبيق القانون الدولي نعم. وتنتهي مشكلتنا في سوريا اذا طبق القانون الدولي وحاربوا الارهاب معنا بسياسه منسقه نعم. دون معايير مزدوجه كل الشكر لك استاذ نعيم اقبيق الخبير في القانون الدولي الانساني شكرا لك يا اهلا وسهلا الله فيك شكرا سهلين. رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس يضع حجر الاساس لعدد من المشاريع في طرطوس ويوجه باحداث مكتب خاص بذوي الشهداء والجرحى لمتابعه قضاياهم بشكل يومي. بمناسبه عيد الجلاء زار رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس والوفد الحكومي المرافق ضريح المجاهد الشيخ صالح العلي في مدينه الشيخ بدر بطرطوس. ووضعوا إكليلاً من الزهور وسجلوا كلمة في سجل الزائرين واستكمالاً لزيارته في طرطوس وضع رئيس مجلس الوزراء حجر الأساس لمشروع سد البلوطة على أحد روافد نهر الحصين بمنطقة الشيخ بدر بقيمة أربعة مليارات وستمائة وثمانية وثمانين مليون ليرة سورية وأشار وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن إلى أهمية السد الذي سيتم تنفيذه خلال خمس سنوات وسيستفيد منه أكثر من تسعين ألف مواطن في المنطقة هذا السد له بعدين البعد الأول هو أولا هو تنموي للمنطقة وهو مخصص لمياه الشرب إضافة الفائض سيكون مخصص لري بحدود المية هكتار سيستفيد من هذا المشروع أكثر من تسعين ألف مواطن أو ساكن في هذه المنطقة وسيكون لهذا المشروع أيضا بعد آخر سيترافق تنفيذ هذا المشروع مع تنفيذ صرف صحي للمنطقه وخلال لقائه رئيس واعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المدينه اكد رئيس مجلس الوزراء ضروره احداث مكتب خاص للشهداء والجرحى بالمدينه وتعيين موظفين ليقوموا بمتابعه احوال ذوي الشهداء والجرحى وزياراتهم في منازلهم بشكل دوري وبمناسبه عيد الفصح المجيد هنأ رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس والوفد الحكومي المرافق الطوائف المسيحيه في طرطوس في مطرانيه الروم الكاثوليك والابرشيه المارونيه بالمدينه منوها بالدور الذي يقوم به ابناء الوطن كل من موقعه في مكافحه الارهاب والتصدي له بدورهم رؤساء الطوائف الدينيه المسيحيه بطرطوس اعربوا عن تمنياتهم ان تحل الاعياد القادمه وقد حل السلام على ارض الوطن وكرم المهندس خميس خلال جولته ثمانين أسرة شهيد وجريح من الجيش العربي السوري ووضع حجر الأساس لمشروع المنطقة الصناعية بالشيخ بدر بمساحة سبعين دونم ومشروع المنطقة الصناعية والحرفية في منطقة دريكيش بمساحة خمسة وأربعين دونم بدأنا بوضع حجر الأساس للمنطقة الصناعية، وهذا سيكون عامل قوي ومؤشر قوي حقيقة لبداية حركة تنموية للمنطقة هاي تستنهض كل إخوتنا اللي هن الراغبين بإنشاء فعاليات اقتصادية في آه وايضا افتتحنا كانت هناك وضعنا حجر الاساس لطريق دراكيش آه طرطوس وهذا بكلفه تقريبا محدود ال مليار ليره هذا ايضا من شانه بيعزز حركه آه وسهوله الحركه لاهلنا والانتقال بين هون وطرطوس وعلى التوازي تماما هو له عمليه تنمويه انه بنشط الحركه السياحيه الثقافيه الحركه السياحيه الاقتصاديه وكل كل من كل الجوانب. ياتي وضع حجر الاساس الى المنطقه الحرفيه والصناعيه في الدريكيش بمساحه 45 دونوم سيتم اعتماد نظام ضابطه تسمح بالارتفاع الشاقولي وتسمح بمزيد من خطوط الانتاج بحيث نستثمر المساحه بافضل بافضل حال كما وضع رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس حجر الاساس لمشروع توسيع طريق طرطوس الدريكيش بقيمة ثلاثة مليارات وسبعمائة مليون ليرة سورية هذا الطريق الحيوي والهام طريق بطول 27 كيلومتر وضعه الحالي يحتوي على 112 منعطف وبالتالي هو طريق مزدحم جدا ويحتاج إلى ضعف المدة الزمنية للسير والوصول إلى دريكيش الآن الطريق سيصبح استراد وسيكون مده الطريق نصف المده ثلث ساعه وبالتالي سيوفر المحروقات سيوفر الوقت كما التقى رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق رئيس واعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينه الدريكيش ووجه الوزراء باعداد خطه تنمويه خدميه للمدينه تشمل كل نواحي كما اطلع رئيس مجلس الوزراء والوفد الحكومي المرافق على واقع معمل الحرير الطبيعي في مدينه دريكيش ووجه بدراسه الآليات اللازمه لاعاده تفعيل تربيه دوده الحرير لاحياء هذه الزراعه التراثيه المهمه. وفد الرابطه العربيه الصينيه يلتقي وزير الاعلام محمد رامز ترجمان ويبحث معه افاق التعاون بين سوريا والصين في مختلف المجالات لا سيما الاعلاميه. يستمر وفد الرابطة العربية الصينية برئاسة شين يونغ جولته في دمشق لتعزيز مجالات التعاون الصيني السوري في مجال إعادة الأعمار. الوفد الصيني زار وزارة الإعلام والتقى بوزير الإعلام الأستاذ محمد رامز الترجمان وذلك بحضور مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الأستاذ عماد سارة ومدير الوكالة العربية السورية للأنباء سانا الأستاذ أحمد ضواح. الترجمان اكد اهميه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصه ان العلاقات الصينيه السوريه هي علاقات وطيده كما تتمتع الصين بخبره كبيره في مجال اعاده الاعمار ما سيجعل الاستثمار المالي في شكله الامثل العلاقات السورية الصينية كانت دائما علاقات تاريخية عريقة ومنذ تأسيس هذه العلاقات كانت الصين دائما دائما للقضايا السورية ودائما كانت تدعم الحكومة والشعب السوري في كل المحافل الدولية دور الجسر ودفع الشركات الصينية للمساهمة في عملية إعادة الأعمار في سوريا ويبذلون كل الجهود في هذا الاطار. تأتي هذه الزيارة بهدف فتح آفاق جديدة ومتعددة في مجال التعاون الاقتصادي مع الصين حيث سيركز الوفد مباحثاته مع عدد من الوزراء واتحادات غرف التجارة والزراعة والصناعة والمصدرين للخروج بنتائج ملموسة للزيارة تمهيدًا للبدء بتعاون حقيقي ومثمر مع الحكومة السورية خلال المرحلة القادمة قبل 71 عاما دحر ابطال الجلاء المستعمر الفرنسي عن ارض سوريا وبعد كل هذه السنوات ما زال الابناء ابناء الابطال يدافعون عن معاني الجلاء فشكرا لحماة الديار هاشتاج هذه الليلة الرئيسية انتهت إلى العنف. وحدات من القوات المسلحة تستعيد السيطرة على بلدة صوران وتلب الزام بريف حما الشمالي. بعد 71 عاماً على دحر الاستعمار الفرنسي المعركة ضد الإرهاب مستمرة لترسيخ معاني الجلاء. رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس يضع حجر الاساس لعدد من المشاريع في طرطوس. الى اللقاء